صباح الخير، سعيد جدا برؤيتكم النهارده واللقاء معاكم. انا اسمي طارق ابو المعاطي، acting vice president for academic affairs for Galala University. وابقى سعيد ان انا يعني اتكلم معاكم في بعض الرولز اوف ادمشن تو Galala University للي طبعا عنده رغبه. بريف كده عن الكريدت سيستم اللي احنا بنشتغله في الجلالة. الحقيقة جلالة يونيفرسيتي زي ما حضراتكم عارفين ان هي وان اوف ذا ميجا يونيفرسيتيز اللي الدولة بتعملها في الفترة الحالية، وهي تندرج تحت الجامعات الاهلية. يعني ايه جامعة اهلية؟ يعني هي نون بروفيت يونيفرسيتي، يعني غير هادفة للربح، وبالتالي التويشن فيز اللي الطلبة بتدفعها هي مينيمال values عشان تسستين الخدمة المتميزة اللي الطالب بياخدها في جامعة الجلالة. طب أنا حابب أدخل جامعة الجلالة، إيه requirements المطلوبة مني؟ simply الجلالة university بتتبع نظام للقبول، وإن شاء الله هيبقى فيه application form هتلاقوها على الويب سايت اللي زمايلنا هيقولوا لكم عليه، اللي هو gu.edu.eg. هتخش على السايت هتلاقي فيه ابلكيشن فورم، هتملى الابلكيشن فورم وهيبقى فيه بعض الانستراكشنز. احنا بنقبل الطلبه بمجموعها في شهاده الثانويه العامه او ما يعادلها من اي جي او امريكان دبلوما او يعني وات ايفر الشهاده اللي انت حاصل عليها. وعندنا حاجه اسمها بنسميها الادميشن اكزام. الادميشن اكزام ده عباره عن ايه؟ هي اكزام بيعقد في اليونيفرسيتي اون كامبس، هنبلغكم بميعاده ان شاء الله، في بعض الكورسز حسب القطاع اللي انت حابب تخش. يعني مثلا الناس حابه تخش الهيلث سيكتور اللي هو الطب، الصيدله، الاسنان، الابلايد هيلث ساينسز، النيرسينج، الدنتستري، كل دول بيخشوا حزمه من الامتحانات، منها البيولوجي، منها الكيمستري اند سو اون. الطلبة اللي هتخش القطاع الهندسي هتمتحن في الفيزيكس اند ماث. الطلبة اللي بتخش الهيومانيتيز اللي هي تشمل الادمنستريتيف ساينسز، الميديا، كل التخصصات الإنسانية، السوشيال ساينسز، بيخشوا امتحانات لها علاقة بالتخصص بتاعهم. كل الطلبة اللي بتخش برضو امتحانات كريتيكال ثينكينج اللي هو امتحان التفكير النقدي، وي انجلش بليسمنت تيست. يبقى كلنا بنخش بعض الامتحانات في الادمشن، نتيجه هذا الامتحان بتضاف على نتيجه الهاي سكول 50-50. يعني بناخد 50% من مجموعك في الهاي سكول بلس 50% من الادمشن سكور، وبنعيد ترتيب الطلبه وطبقا للعدد المتاح بيتم القبول. الحقيقه الطالب له اكثر من فرصه او اكثر من رغبه. يعني ممكن الادمشن سيستم هتلاقي عطيلك 3 اختيارات، يعني تقدر تخش امتحان 3 قطاعات، او تقدر تختار 3 برامج. ممكن اختار الطب، الصيدله، الاسنان. واحد تاني ممكن يختار الطب، الهندسه، اذا كان الهاي سكول سيرتيفيكت بتاعته تسمح بكده. طبعا الامتحان ده بيبقى له فيز هتعلن في وقتها. يبقى أي طالب حابب يخش الجلالة حاليا يقدر من يوم الحد الجاي إن شاء الله إن هو يعمل أبليكيشن. لما بناخد الأبليكيشن ده الأدميشن أوفيس بتاعنا بيبدأ يتصل بحضراتكم سواء عن طريق الإيميل أو عن طريق التليفون، وبيبدأ يتابع معاك لحد ما ينزل الأدميشن الفاينل أو بيتحدد امتحان القبول. خلصت الكلام ده بيجي لك ايميل اللي انت ان شاء الله اكسبتد في جامعة الجلالة بروجرام كذا. جامعة الجلالة جامعة برامج وليست كليات، بتتيح كريدت سيستم انترناشنال، لان طبعا جامعة الجلالة انترناشنال يونيفرسيتي، عندنا زي ما سمعتوا بارتنرشيبس مع انترناشنال universities، وبالتالي احنا بنتابع credit system international بكل تفاصيل. الحقيقة credit system المتبع في جامعة الجلالة very flexible، بيتيح للطالب advantages كتيرة جدا
هتعرفوها لما تخشوا الجامعة إن شاء الله، منها اللي أنا أقدر أحول من بروجرام للآخر. يعني أنا دخلت بروجرام وما لقيتش إن ده أكوردنج للرغبات بتاعتي، ممكن أحول لبروجرام آخر مادام الشروط تتوافر فيه. ممكن أخد ميجور أند ماينور، ودي من الحاجات اللي احنا بنتميز بيها في جامعة الجلالة حقيقة، إن احنا بنقدم من ليفل 2 بعض الماينورز بالإضافة للميجور. يعني إيه ماينور وميجور؟ حضرتك بتختار مثلا دخلت كلية الصيدلة، ده الميجور بتاعك بيبقى اسمه الفارماسي، وحبيت تاخد ماينور في البيزنس، ده بنوفره لك من ليفل 2. لما باخد الماينور باخد مواد الكور او اللي هي المواد التخصصيه فقط، اللي هي بيبقى حوالي 18 كريدتس، يعني باخد 18 كريدت على مدار دراستي، واقدر اخلص الميجور بتاعي واكمل في الماينور بعد كمان ما اخلص الميجور. يعني في فليكسيبيليتي ان انت ممكن ما تخلصش الاثنين مع بعض. يبقى انا كده الميجور بتاعي في الفارماسي والماينور بتاعي في البيزنس. الجامعة بتوفر كذا بقى انواع كثيرة من الماينورز، تتراوح ما بين البيزنس، الاركتكتشر، الميديا، وفي ان شاء الله برامج اخرى هتضاف ابتداء من العام القادم ان شاء الله. الحاجة دي ميزة كبيرة جدا في جامعة الجلالة، بتتيح للطلبة ان هي حتى تاخد تدرس بعمق بعض التخصصات اللي هي related لتخصصها، او حتى تخصصات تندرج تحت الهوبز او الهوايات. يعني انا ممكن طالب في الطب وغاوي ارت، اقدر اخد بكالوريوس الطب بتاعي واخد برضو ماينور في الارت. الكريدت سيستم برضو فليكسبل جدا، ما عندناش حاجة اسمها طالب بيسقط او طالب بيعيد السنة، لان احنا بنتعامل باي كورس مش بالسنوات. انت ممكن لو لا قدر الله جبت اف او فيلد او رسبت في كورس، اللي انت بعد كده بتعيده وتنجح فيه، وممكن اللي انت تحسن السكور بتاعك وبتحسب لك الدرجة الاعلى، ليك كذا فرصة. يعني كمان مش فرصة واحدة ولا اتنين، لا انت up to five times اللي انت ممكن تعيد وتحسن، وفي الاخر في الاكيمولاتيف جي بي اي او الجي بي اي معدل التراكمي بتاعك بتحسب على اعلى الدرجات اللي انت خدتها. وده نظام بيوفر الامان للطالب ان هو لو حصل له دروب لظرف من الظروف ان هو يقدر يعوض ويكوالايز مع زمايله. برضو الكريدت سيستم اللي بتتبعه جامعة الجلالة بيتيح ان انت تخلص بدري عن زمايلك لو انت خدت اكسترا كريدتس. يعني ممكن طالب، في طلبة تخرج بعد 4 سنوات، في طلبة ممكن بعد 3.5. تتاح لك برضو ان انت تستمر برضو في الدراسة الى ما بعد سنوات التخرج الاساسية لحد ما تخلص النمبر اوف كريدتس اللي انت محتاجه للتخرج. يبقى احنا بنتخرج بنمبر اوف كريدتس وليس بعدد سنوات. الحقيقة دي كلها ميزات متاحة في الكريدت سيستم اللي بتتبعه جامعة الجلالة. يعني بالاضافة لكده حابب انوه عن الستودنت لايف في جامعة الجلالة. الحقيقة احنا عندنا اكتيفيتيز بتشمل كريكولر اكتيفيتيز واكسترا كريكولر اكتيفيتيز، عندنا كلوبس موجودة في كل الهوايات، عندنا كلوبس علمية تقدر تمارس فيها هواياتك، عندنا الحقيقة الملاعب مجهزة بشكل عالي جدا، عندنا كمان الهاوسنج، هي غرف فندقية متاحة لكل الطلاب المغتربين أو اللي حابين يقعدوا في الكامبس. الغرف مجهزة الحقيقة تجهيز عالي جدا، يعني احنا بنقدر نوفر لك كل حياتك تبقى جوه الكامبس، وعشان كده بنسميها الستودنت لايف. انت بتعيش الحياة جوه الكامبس حياة كاملة، بتتعلم، بتمارس هواياتك زي ما انت عايز طوال فترة الدراسة. النظام عندنا هو student based وليس instructor based. دي استراتيجيتنا في التعلم، ان هي معتمدة على الطالب وليس على الانستراكتور. يعني الانستراكتورز بيوجهك الى ان يضيف لك بعض السكيلز، انما في الاخر انت بتقدر تتفاعل مع الانستراكتور، بتقدر تقول رأيك، بتقدر تجيب ماتيريال للانستراكتور تناقشه فيها.
from next year ان شاء الله عندنا بقى التيوترينج, يعني الطلبة اللي هم السينيور اللي هم في ليفل 2 هيبدأوا يتفاعلوا مع الطلبة اللي في ليفل 1 وينقل لهم خبراتهم. وبالتالي احنا عشان كده بنقول احنا student based system, الطلبة يعني تعليم الأقران ده الحقيقة من الميثودز of teaching اللي أثبتت فعالية كبيرة جدا اللي هي أقلها هو lecturing. يعني احنا بنعتمدش على نظام المحاضرات فقط, لازم يبقى فيه activities, لازم يبقى فيه تفاعل ما بين الطلبة والإنستراكتورز, ما بين الطلبة وبعضهم. الحقيقة ده بريف عن الأكاديميك أفيرز أو التيتشنج استراتيجي اللي موجودة في الجامعة. سعيد جدا برؤياكم, ولو في أي أسئلة ممكن تبعتوها على الشات وبنحاول اللي احنا نجاوب لكم عليها. شكرا جزيلا, وإن شاء الله نشوفكم في جامعة الجلال. بالتوفيق إن شاء الله.